السيطرة على وسائل الإعلام التركية كانت من ضمن أهداف الجنود المتمردين الذين اعتقلوا صباح هذا السبت عقب التطورات المتسارعة التي شهدتها تركيا ليلة الجمعة إثر محاولة انقلاب عسكري يبدو أنها باءت بالفشل. واقتحم عدد من المتمردين قاعة تحرير قناة سي إن إن ترك بمدينة إسطنبول وقناة تي آر تي الرسمية وقاموا باحتجاز العاملين وقطع البث. واستأنفت قناة تي آر تي بثها في الساعات الأولى من هذا السبت بعد انقطاعها. مذيعة القناة تلت بيان الانقلاب العسكري معلنة نجاحه عقب سيطرة المخططين للانقلاب على مبنى القناة وإعلان حظر تجول في جميع أنحاء البلاد وإغلاق المطارات ثم انقطع البث. ولم تمر سوى ساعات لتطل المذيعة ذاتها مرة أخرى لتؤكد فشل الانقلاب وسيطرة الحكومة التركية على زمام الأمور في البلاد. من جهتها عودت سي ان ان ترك البت بعد انقطاع لفترة وجيزة. قائد الأركان بالنيابة الجنرال أوميت دوندار أعلن عن إحباط محاولة الانقلاب العسكري التي هزت البلاد مشيرا إلى مقتل 104 انقلابيين.